الدولة الأولى عربيا في سرعة الإنترنت والتنمية البشرية والأمن الغذائي وخطوط الطيران. الدولة العربية الوحيدة اللي بتقدم الكهرباء والمية والصحة بشكل مجاني للمواطنين. الدولة الأولى عربيا والتانية عالميا بعد اليابان في جودة التعليم، ده غير إن 97% من سكانها متعلمين. الدولة الثانية على العالم من حيث عدد الأغنياء، يقدر عدد الأثرياء اللي فيها ب 40,000 مليونير. الدولة الأولى عالميا في انعدام نسبة البطالة، ده غير إن عندهم أسطول طيارات يقدر ب 170 طيارة وعندهم مطار من أفضل مطارات العالم، ده غير إن المواطن بتاعها بيقبض أعلى دخل في العالم يقدر راتبه ب 146,000 دولار سنويا. الدولة الأولى عربيا والسادس عالميا من حيث جودة الصحة، والدولة العشرين عالميا في مكافحة الفساد، ده غير إن الدولة العربية دي بتنفق 6 مليار دولار سنويا على البحوث العلمية، ودي الدولة العربية اللي بتمتلك 28% من أبراج لندن، ده غير إن دي الدولة العربية اللي مفيش فيها ضرايب، ده غير ان هي اول دولة عربية تستقبل كاس العالم وتنجح في تنظيمه بشكل ابهر العالم. ده دي الدولة العربية الاولى عالميا في الغاز الطبيعي، ولو انت معاك جواز الدولة دي وتعبت في اي دولة في العالم تتعالج على نفقة الدولة. ودي الدولة العربية المتواجد فيها العبد الفاير قدامكم محمد دنف، انها قطر يا سادة. وبس كده يا بشواق.